سليم لبطشة والوفد. إخواني أعضاء اتحادية لنقابات المؤسسات للقطاع، إخوان في هذا اليوم لقينا أشياء معتبرة من اقتراحاتنا في هذا المشروع أصبح جزء من هذا المشروع يمثل اقتراحاتنا، يعني اقتراحات الطبقة الشقيقة. طبيعة الحال أننا سندافع على هذا المشروع لأننا لقينا قناعتنا لتأمين كل ما حققه الحراك. لا بد من دستور جديد بضوابط جديدة بأسس جديدة من أجل يعني ضمان وتأمين التغيير.